بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا استأذننا الأستاذ أحمد بركة، يعني من غير ما نطول عليه ولا عليكم، هنسأله ثلاث أسئلة محددين إن شاء الله، وعايزين منه ثلاث إجابات عليهم أستاذ أحمد. إن شاء الله. أنا دلوقتي كطالب ثانوية عامة أو أزهرية، الحمد لله المواعيد متوفقة السنة دي. عندي تقريبا ست أيام قبل الامتحان. طبعا الخوف إن الست أيام دول يضيعوا. فانا عايز اعرف الطالب المفروض يعمل ايه في الست ايام، يقيس نفسه ازاي ماشي صح يوم بيوم، يعمل ايه ليله الامتحان، يعمل ايه لما يخش اللجنه. اولا السؤال الاول، الطالب في الفتره دي يعمل ايه؟ ما يستكترش الست ايام. تمام. الست ايام دول ده انت مجند في الست ايام دول لعمل مهم جدا، لان هم مش الوزاره حاطه لك ست ايام ليك انت بس، لا ده للكل. تمام. فالشاطر اللي استغل الست ايام دول احسن استغلال، بما فيهم يوم العيد. تمام. هتصلي العيد وترجع تذاكر الساعه واحده، لان الساعه يا استاذ احمد والساعه في اليوم دي، في الايام دي السته دول أدي اسبوع قبل كده. تمام. فانت مطالب بالاتي، اولا تكون مراجعه سريعه على المنهج فصل فصل، الفصل تراجعه وتحل اسئله عليه من اي اختبار، تسمع الفيديوهات اللي احنا هنعملها، وبقول لك مش منحاز لها، اسمح لنا انا مغطي كل حاجه فيها ومغطيين الزملاء ما سابوش حته، الحته اللي نسيبها يروح على فيديو وسالني فيها تاني. دي اول حاجه تعملها، تحل ما تسيبش ولا ورقه من المنهج، ولا ورقه تسيبها قبل ما تخش الامتحان. تمام. تكون مراجع فصل فصل جزء جزء. وبعدين في اسئله مقاليه احنا عاملينها تراجعها برضه. تمام. وتسمع الحاجه اللي تسمعها مره ولقيت معاك وقت تسمعها تاني. تمام. سمعتها منا احنا اسمعها من زميل تاني برضه مفيش مشكله. تمام. سمعتها من اي حد قريت المذكره بتاعتك. المهم تبقى شغال بس، اهم حاجه. في حاجه اسمها اسئله ومسائل وقوانين. القوانين اللي موجوده في الكتاب المدرسه اوريدي هتلاقيها موجوده عندك. القوانين اللي تحلك وتسهل لك حل المسائل تركز فيها. تمام. واكتب لها شيت كده قدامك وانت بتكتب، تكتب ملاحظاتك. ده بالنسبه قبل الست ايام. تمام. دخولك الامتحان بقى، لا انا عايز الاول ليله الامتحان، لان في طلبه كتير احيانا بترتكب خطا كبير جدا ويجي ليله الامتحان ويشتغل بالطاقه القصوى وما ينامش، ويفتكر ان هو لو طبق ليله امتحان الفيزياء دي حاجه كويسه قوي. لا اسمع الكلام، بنقول لك مع الطلبه 50 سنه مع الطلبه في الثانويه العامه. تمام. وانا دايما اقول للطالب ليله الامتحان تكون انت مستريح جسميا ونفسيا ومستقر ونايم واخد قسط من الراحه تماما. تمام. لان ربنا ان شاء الله هيذكرك بكل حاجه ان شاء الله. اخر ليله الامتحان تنام بدري، واول ما تخلص اقفل الورقه قول سبحان ربي رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله ما ذاكرته مش هتنساه بامر الله، زي ما ان شاء الله باذن الله يا رب. ان شاء الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم. دي بالنسبه ليله الامتحان، صحيت بدري نشيط هتخش اللجنه ان شاء الله هتكون موفق بامر الله باذن الله يا رب. ندخل بقى اللجنه. انت داخل على اللجنه ان شاء الله، وانت داخل على لجنه الامتحان، وانت داخل على اللجنه لسه الصبح يعني ان شاء الله تقول ربنا ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. دخلت اللجنه، اقرا كل اقرا بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي، صدق الله العظيم. طب بالنسبه لتتابع الاسئله هو ماشي بقى كده، انت بدات الامتحان دخلت امشي بالترتيب، تبدا الورقه اللي تجي لك الورقه اتكلت على الله تحل على طول اول دقيقه، ما تقعدش تفر تشوف اول دقيقه تمسك القلم واول دقيقه تبدا تحل. طيب بيقابل الاسئله بالترتيب قبل سؤال صعب؟ اي سؤال الصعب فكر فيه شويه وسيبه للاخر وعلم على عمل انت سايبه. طيب. بس عشان تحس اصل انت يا استاذ احمد الطالب محفوظه، لو الطالب قاعد يروح يدور في السؤال ويعمل ضيع وقت بص لها الساعه كذا، اول ما اقول له الساعه كذا تلفت اعصابه. تمام. لا لما تخلص بسرعه وخلص وقت كتير وخلصت جزء كبير من الاسئله اداك راحه نفسيه، تبدا بقى تروق. يعني كلام استاذ احمد كده يا ولاد بالراحه، انك هتمسك من اول السؤال بالترتيب وانت ماشي، طول ما الدنيا ماشيه معاك وبتحل اسئله ان شاء الله الدنيا جميله خلاص الحمد لله رب العالمين. قابلت السؤال فكرت فيه مره اتنين لقيته هيبتدي يطول، لا اعمل عليه علامه وابتدي انتقل للسؤال اللي بعديه عشان تحمي الوقت. انت فلقت. وفي النهايه ان شاء الله هتبقى وقت كافي انك تبص بقى الاسئله ان شاء الله. وبعدين امسك الاسئله اللي واقفه معاك قول رب، يعني ادعي ربنا سبحانه وتعالى باي دعاء يقول لك ربنا سبحانه وتعالى رد لي ضلتي، وادعي ربنا ان ربنا يذكرك بما نسيت، وادعي ربنا باي دعاء ربنا يتقبل دعائنا، ان طريقه دعاء ربنا انت بتاخر ربنا بتدعي. بس في حاجه انبهها للطالب ويا ريت كل طالب تسمعني ويسمع الكلمتين اللي انا هقولهم دي عشان تكون صادق، انت بتقرا ايات قرانيه بتدعي ربنا وبتدعي بكل الطرق، وكل حتى المسلم والمسيحي بيدعي ربنا ان يوفقه.
إياك والغش ومحاولة الغش والمساعدة على الغش، لأنك أنت بتدعي ربنا. فخليك خلي ربنا يستجيب، ربنا يبارك في العمل ويبارك في النتيجة ويبارك في حياتك فيما بعد. ربنا قال لك أن إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. أنت أحسنت عمل واتكلت على الله، اللي ربنا قسمه لك هيكون خير وبركة وربنا يبارك لك فيه. بس ما تحاولش اي حاجه تغضب ربنا تعملها في اللجنه. وحل سؤال، يا اما جاب لك سؤال بقى خلاص لقيت ما انتش يا اسف بقى، ما تحاولش تغش، اتكل على الله واكتب اي اجابه بقى ثانيه وخلاص، لما اختار متعدد. وان شاء الله طالما انت متقي الله وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، هيكون الرميه بتاعتك هي ان شاء الله صحيحه ان شاء الله طالما انت مع ربنا. ونقول لهم ان في وقت ان شاء الله ان لم تحسن العمل فيما قبل، اذا كان في طالب مثلا سوف او يعني ما كانش ملم كويس بالمنهج، ان شاء الله هو لو يعني استحضر النيه ودعا ربنا كده انه يوفقه في الست ايام دول ان شاء الله يا رب ربنا يكرمه ويكون جنبه. يعني دايما تعشم في فضل ربنا وتعشم في مجهودك وان انت هتبذل مجهود، وربنا ان شاء الله حتى لو كانت الخاتمه ان شاء الله ربنا هيجزي بخاتمه الخير ان شاء الله. حاجه لو الطلبة عرفوا يتواصلوا معايا انا مستعد ليل ونهار يتصلوا بيا في اي سؤال ان شاء الله يا رب. والطلبة عارفين بيكلموني دايما بالليل بالنهار في الفجر بالصبح في اي وقت صحيح. ان شاء الله كل القنوات هتكون مفتوحه بالنسبه لهم ان شاء الله اثناء فتره انا مستعد اسالني في اي وقت اي سؤال انا اجاوبه لك، وانا متقصر باي طالب يسال ربنا سبحانه وتعالى يعني يستعملنا في ان يكون سبب في مساعدتكم، يعني ربنا يوفقكم ان شاء الله. وانا معايا احفادي ابن بنتي زياد في الثانويه العامه معاكم، وانا بدعي لكم كلكم كلكم احفادي. ربنا يديك يعني الصحه وطول عمرك يا استاذ احمد، ربنا يوفق الجميع ان شاء الله. سبحانه تمام، ربنا يكرمك يا استاذ احمد يا رب ويديك الصحه ويبارك فيهم ويبارك فيهم. شكرا على وقت حضرتك، وربنا يكرم الاولاد ان شاء الله يا رب، ويبقى في فيديو بعد الامتحان كده نفرح بيهم ان شاء الله يا رب. ان شاء الله باذن الله لهم كل حاجه كويسه ونقول لهم اجابتكم كلها صحيحه ان شاء الله. تمام، بنشكر استاذ احمد وبنشكر الاولاد وربنا معاكم يا رب، وان شاء الله يا رب ونقول لهم ربنا معاكم كده وشدوا حيلكم وان شاء الله ربنا كريم. ادخل الامتحان وقلبك حديد ما تخافش، مفيش حاجه غلط، السؤال صعب صعب على الكل، على البركه عليك وعلى الكل.